مساء الخير. الأمومة هي أعظم هبة خص الله فيها النساء، لأنه هيدي الهبة هي أهم شيء بحياة المرأة، ولا سيما الأم يلي ممكن تضحي بأي شيء كرمال ولادها، كرمال سعادتهم ومستقبلهم. إنما نحن بلبنان مرقنا بسنتين كانوا الأسوأ والأصعب من كل النواحي، فالأم تحولت إلى ممرضة ومدرسة، والبيت أصبح ملجأ الأولاد الوحيد. نسبة العنف من الزوج تجاه زوجته وأولاده ازدادت بشكل كبير، نسبة الأمهات اللي اضطروا إنه يتركوا شغلهم للاهتمام بأولادهم أيضا كانت كبيرة، أضف إلى ازدياد الضغوط المادية والأعباء على الأهل لا سيما الأم. فكيف عم تقدر الأم توفق بين كل هالأعباء، وإلى أي مدى دورها أساسي لا سيما في هذه الظروف؟ ضيوف نبض بيروت لليوم هن سيدتين ناجحتين وأمهات أسسوا جمعية ماي بيروت، ويلي الهدف منها مساعدة الأطفال ليدفعوا الأقساط المدرسية ويستمروا بالتعليم. باسكال خاطر وقليل مهنا، أهلا وسهلا فيكم بنبض بيروت. إنما البداية رح تكون مع نانسي عجرم ورودني حداد وما تعتذر. بعد ما شفنا هالفيديو كليب يلي بعتقد هو الترند له من وقت ما نزل من نهار التنين، ولهالسبب رح ينضم إلي المخرج والممثل والكاتب والمبدع رودني حداد. مساء الخير رودني من بلغاريا. مساء الخير، مساء الخير لكم من صوفيا. بدي بداية أقول لك مبروك على هذا النجاح رودني، وعلى هذا المساج اللي كتير حلو اللي وصل من الفيديو كليب. خبرنا أكثر كيف كانت كواليس الفيديو كليب، كيف التعامل، يعني أول مرة يمكن بنشوف فيديو كليب فيه تمثيل وحكي أكثر من الغنى. لا، الفكرة فكرتهم إلهم، يعني نحن بس ساهمنا بأقل شيء ممكن يعني بحضورنا. It was really great and joyful، يعني تسلينا انبسطنا، وهذا أهم شيء بالشغل لما الواحد بيلاقي متعته بشو ما كان. ثانيا يعني كان في إرادة منهم إن يعملوا الفيديو كليب في كونسستنسي درامية، وهذه شغلة دائما صعبة، وكان خيارهم كمان هن يكون ممثل موجود مش موديل او عارض ازياء، علشان هيك كان في عنده النقله انه بيعملوه على كانه فيلم قصير. هو بالمبدا المفروض الفيديو كليب يكون فيلم قصير بالعاده، لكن مش هيدا ات سيمز انه الحال هلا، بس هيدا كان هيك انه هلا القيمه المضافه يلي اعطاها رودني حداد لهيدا الفيديو كليب كانت جدا واضحه. يعني رودني المساج اللي وصل كثير يعني نضيف على النانوس بطل العالم، يعني سوبر ستار بالعالم العربي بترتيبها وانا كتب لياقتها، يعني
إنسانة كتير مرتبة، وبعدين أرتيست وعندها حساسية عالية، وهذا شيء كتير بيساعدها قدام الكاميرا ووراها. نحن وجودنا هيك كان لنوقف حد منها، لأنه كمان هن أنتوا عم تحكوا الموضوع اليوم عن النساء في صحيح لبنان، هن من النساء اللي بيفرجوا صورة لبنان الحضارية والحلوة. ردني، بقصة النساء والسيدات الموضوع عالج الإدمان على المخدرات وعالج قصة العنف ضد المرأة، لأنه المدمن ببطل يفكر شو عم يعمل. قديش كان مهم إنه ممثل مثل أكيد فنانة مثل نانسي عجرم يلي هي بغنى عن التعريف، وفنان وممثل مثلك يطرح هذا الموضوع ونشوف هيدا الكتاب عيونه قبل بحكيه. والأهم الهدف من وراه هو القضاء على موضوع الآفة اللي كتير كبيرة بمجتمعنا العربي، اللي هي تعاطي المخدرات والترويج له، اللي هي ضرب المجتمع العربي كله ويمكن المجتمع العالمي كله. وهيدي أساس القضاء عليها، فيها تكون من قبل الرجال للمرأة والمرأة للرجال، يعني بمعنى تاني مش المقصود كان تعريف المرأة، والمقصود الإضاءة على إنه كمان لو كانت المرأة هي المدمنة على المخدرات سو كان كمان بيكون في تعنيف مقابل، بس العنف يعني مش دايما بالضرورة هو بالعياط أو بالصريخ. بس نحن هلا فرجيناه بهذه الطريقة لنقول إنه ذات إنكريز، يعني عنده عم يعمل إنكريز هو من بعد ما كان وصل واكتشف فرصه. هو عادة بحمل ذنب لغيره، وزمن يعني بحمل الذنب لغيره، والذنب هو انه تعاطيه بصير مشكلة غيره مش مشكلته له. من عادة هيك وراكم صار هيك. هيدي ردة فعل درامية، ردة فعل منطقية وكثير طبيعية. لما بتخبري عن هذا الموضوع ببطل المهم هو التعنيف لحد ذاته، الا انه الاضاءة على الموضوع. هلا بعدين بتصير تسمعي انه كريتيك، ما بدي لا كريتيك ما بدها هالقد، يعني انه اذا كمان السيده انه مش هي مش عم تتركه لانه هو بحاجه لمساعده، واللي بحاجه لمساعده هي لانها بتحبه سو رح تقدر تساعده. عشان هيك يعني مش انه طفت السياره لحتى ما تساعده، يعني هيدي ما لها علاقه بحريه المراه وبانه لا لازم تبرم وجهها وتفل ولازم، مش هيدا السؤال. لانه لما هي مبدأ التضحية بسبيل الحب، مش بس تضحية، يعني ما بعد في امل، يمكن يعني بعد في امل انه تقدر تصلح هذا الشخص، بالمعنى انه كمان لانه هو لما يوقف ادمانه يرجع انسان طبيعي مثل ما هو مبين انه كمان بحبه. نحن عم نحكي بالمبدأ مش عم نحكي بس عن ال صحيح عن المصور، يعني عم نحكي نحن بالمبدأ العام الناس، مش انه يلا برون ظهرك بفل، انه كل ما واحد عيط على الثاني تلاقي الثاني يعني دشر وصاروا هالولاد بالطرقات. كمان اولاد بدها، يعني اذا الانسان كمان ما بده يتحمل مصاعب الحياه كرمال اولاده، اتليست مش بس يعني كرمال حياته الشخصيه، والحياه فيها مشاكل خاصه بين الزوج والمراه، بين الكوبل. مفهوم الحريه المفروض يكون مختلف. الحريه هي حريه قيميه، يعني انت اذا معك شخص مريض مش انه تتركيه، صحيح يعني لا سمح الله. وهذا معروف عن المرأة رودني انه بتضحي اجمالا اكثر. نعم معروف عن المرأة انه اجمالا بتضحي كرمال ولادها وكرمال حياتها وكرمال زواجها يكفي. ايه، والرجال كمان بيضحي، يعني انه اذا ما عم بيضحي بيكون في مشكله، واذا كمان المرأة ما عم بتضحي كمان في مشكله، لانه الاولاد المفروض يكونوا هم الاهم. صحيح. لما الواحد يحزن بالحياة، يعني أنا ما عندي مشكلة يكون الواحد ناجح في الكارير تبعه أو ناجح كرجل أو كامرأة، بس لما يكون في أولاد يكون في التزام اجتماعي أخلاقي تربوي. يعني ما فينا كمان نضل يعني نقول إنه لأ الحرية والحرية والمساواة، مش المساواة، المساواة بتجي هي بالحقوق والواجبات، هيك بتصير المساواة. ردني أنا ما بقى بدي أخرك كتير، كلمة أخيرة أنت حابب تقولها لمشاهدينا، بدك توعدنا بحلقة مباشرة على الهواء هلأ بس تصير بلبنان. هلأ في وعدك إيه، بس ما في أعطيك ذات على أكيد، ما بدي وعد بيناتنا صدقنا، أوكي. بس فكرة إنه ما في أعطيك ذات، لأنه أنا هون لله يخلص الشغل أكيد وموفق بشغلك. يعني ميرسي كتير لكم، ميرسي كتير وتحية كمان للناس.
أكيد، من ونحن بدنا عندنا. نتشكرك وموفق، وبعد الأصداء كتير حلوة عن العمل، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح. رودني، يا هلا يا هلا، مرسي بوكو. باي. ألين وباسكال، ما كنتوا عم تسكتوا طول ما رودني على الهواء وعم تقولوا لا ما كان لازم تطفي السيارة وترجع على البيت، كان لازم تفل. بس أول شيء بدي أعلق على كلمة في قالها حياة ولد. ردني، إنه قال هيدي مشاكل الحياة وهموم الحياة مصاعب الحياة. لا، الإنسان لما بيكون دروجي هيدي مش مصاعب الحياة، هيدي هو انجر لصار دروجي، هيدي مش مصاعب، يمكن مصاعب الحياة خلته يصير دروجي، بس هذا الشيء ما بيعني إنه بس ما لازم، بيعني انه نهمله ونتركه كمان. ما عم قلك نهمله، بس هي بالكليب بالفيديو كليب بيفرجونا انه هي سامحته اول مره، سامحته تاني مره، وهو عم يرجع يعيدها. طب قد ايه المره بدها تضلها تسامح وتعمل افار وتتنازل وتعمل كل هدول؟ ما عندها مركز، ما عم يعني دائما نحن بنستهتر بالمره ونهي داخل، دائما بناخذها فور جرانتد انه هي رح تسامح ورح تتنازل وهي اللي بتضحي كرمال الرجال كرمال الاولاد. لا، اي متى بدنا نضلنا هيدا التفكير بالمجتمع عنا اياه؟ بداية قبل ما نكفي بالنقاش خليني أعرف عنكم. باسكال خاطر، أنت عضو تأسيسي وممثلة الإعلامية لجمعية ماي بيروت، وألين أنت عضو تأسيسي ومسؤولة التعليم والتنمية بجمعية ماي بيروت. باسكال إذا بدي بلش أعرف شو هي جمعية ماي بيروت، أكيد رح نفوت نرجع بنقاش حول دور المرأة والأم والزوجة والمكافحة والمناضلة وبكل هيدا الحياة، بس دور الجمعية شو وكيف قررتوا كسيدات تأسسوا هيك جمعية؟ مساء الخير، ثانك يو لانك مستضيفينا. ماي بيروت تأسست بعد انفجار بيروت. نحن نساء عاملات بالمجال الإنساني من زمان مش هلا، وكنا دائما متطوعين، كان انا ولا قالين ولا في كثير معنا بالجمعيه، من الكشافه للصليب الاحمر لكثير جمعيات كنا متطوعين فيهم. وقتها صار انفجار بيروت جربنا نساعد اتيت البرسونال، يعني كل شخص شو بيقدر يعمل شو بيقدر يساعد، مع غير جمعيات حتى ساعدنا. اتفقنا بين بعضنا انه ليه ما بنأسس جمعية بتمثلنا، بما انه نحن شوي بنشبه بعضنا بالافكار. وطلعت معنا ماي بيروت، وبلشنا نشتغل. اول بروجي اشتغلناه من بعد الانفجار كنا عم نعطي اكل وتياب ونساعد بمقدورنا قد ما فينا، يعني بالشيء البسيط باشياء يعني كان بسيطه كلنا يعني. نساعده فيه. بعدين وقت تاسست الجمعيه انه لا بدنا نعمل بروجي نطلع منه مصاري تنساعد بطريقه اكثر بروفيشنال، يعني نقدر نكون عن جد عم نعمل شيء. كان في فكره انه نبيع نبيد على كريسماس، شاركنا بمعرض اللي انعمل لجمعية الألقانية بأنتلياس، وجبنا نبيد من كذا محل بلبنان، مصنع نبيد إنتاج بلبنان لبناني. بدي بامتياز. ركز إنه نحن كنا عم نبيع مونة لبنانية ونبيد لبناني، وعم الريع وعم بيروح لحدا لبناني، بقى كنا عم نجرب إنه هذا الكونسبت كمان يكون موجود. من هون اول المصاري اللي جمعناهم راح ريعهم لكذا قصه مدرسه، دفعنا قسطات لاولاد تضرروا من انفجار بيروت، هيدا كان الهدف تبعنا الاساسي. بدايه الهدف الاساسي كان كل شيء يخصه بتداعيات انفجار الكارثه يلي صار ب 4 اب 2020. اذا بدنا نفوت بكل لبنان كثير صعب، في كثير عالم مش قادره تدفع قسطاتها. اكيد بقى كل جمعيه عم تهتم الاساس اللي فتنا بالفكرة. فيه هو الولد اللي تضرر من الانفجار يلي عم بيعاني اصلا من هيدا الشيء يلي هو ما له ايد فيه ولا اهله لهم ايد فيه. لعنده بيت، لعنده تساب، ما عنده ذكريات، حتى في كتير عالم راحت ذكرياتها بانفجار بيروت. بقى هدية منا له كان قصة المدرسة ليكمل علمه ليقدر يتقدم ويكبر. ألين، هيدا الولد يلي ما بقى عنده ذكريات ويلي ما بقى عنده، يمكن بوقت معين صرنا ما بقى عم نشوف مستقبل لإلنا مش بس للأسف. ذكريات، كيف بسيكولوجيك ما بنتعاطى معه؟ كيف هيدا الأم يلي هي عاملة وعندها كمان يعني كتير مصايب قطعت فيهم هيدول السنتين، كيف قدرتوا رجعتوا له هيك جزء صغير إنه لأ نحن حدك لنعلمك؟ أول شيء بدي حيي كل أم واجهت هيدا الصعوبة، سورتو بهالسنتين اللي قطعناهم، يعني كان صعوبة كتير كتير كبيرة. نحنا إذا بدك كمؤسسين بهيدا الجمعية كنا بسيكولوج أكتر من إنه مابر على الأرض عم نساعد كنت عم تشتغل على الشق النفسي بالموضوع، على الشق النفسي، لأنه عن جد إذا بتسمعي وجع العالم وجع الأولاد، هلأ نحن بنسمعهم سرو الأم أكتر من الولد، يعني الأم اللي بتجي بتطلب المساعدة لهالولد على القليلة حقه الأساسي
ما ينحرم منه اللي هو العلم، حق التعليم يلي هو لازم يكون أساسي لكل الناس، هيدا لازم يكون جراتوي. نحن عنا بندفع حقه غالي كتير. هلا مع انه نحن انفقد هيدا الحق، انفقد على الاخر يعني، صرتوا هلا تدهور هيدا القطاع قطاع التربيه صح بلبنان. بس حبينا باول بروجي لنا انه نكون عم نفوكس على هيدا الشيء، لانه نحن اذا ما في تربيه نحن ما في اجيال عم تنمى وما رح ينبنى وطن، لانه نحن ثرو التربيه عم ينبنى اوطان. صرتوا لبنان مع كل الازمات اللي قطعنا كان فيها كان بعده في هيدا المدماك صامت بعده، وما كان بدنا نخسره يعني. نحنا الفوكس تبعنا كان التربية كرمال لما نحس هالأجيال عم يفقدوا أقل القصص اللي نحنا بحاجة لقلها اللي هي التربية والتعليم. وهون بلشت صرختنا للعالم اللي بتقدر وبمقدورة أنه تساعد وتحط إيدها بإيدنا كرمال لنقدر نساعد هالولاد يرجعوا على مدارسهم، لأنه للأسف أنت ما بتعرف قدي نسبة التلاميذ والولاد اللي هلأ قاعدين ببيوتها صار في تسرب مدرسة بنسبة كتير كبيرة. صحيح. كتير كبيرة، وصلتوا هلأ مع كل اللي عم بيصير بالمدارس الرسمية مسكرين وال ما عم يقدروا يعني يرجعوا يتعلموا، فعليا ما تعلموا شيء، ما تعلموا شيء مع انه رجعنا بريزنسيال يعني ابدا. هون بتجي صرختنا نحن اليوم من عندكم عن جد، انه اللي قادر مش حتى تروح حيلا جمعيه او اتيتخ بيرسونيل يقدروا يجربوا يساعدوا هالاطفال، لانه عن جد نحن بحاجه بمجال التربيه لناس يقدروا يساعدوا هالاطفال، لانه حرام والا عم نفقد ركيزه كتير مهمه عنه يلي هي التربية، ويلي هي انه ننشئ اجيال صالحة مش اجيال ما بنعرف وين مصيرها. بس قال هلا كيف عم بكل يوم كان عندكم كمان صبحية بمناسبة عيد الام، كمان كان الهدف منها جمع التبرعات. نعم هيدا البروجي الثاني اللي عم نشتغله، جمعنا عدد كبير من الامهات، وحتى كان في شباب وصبايا جايبين اماتهم معهم. عملنا ايفنت بمطعم انا بيروت بانتلياس، وكان بيعود ريعه لتجميع الاقساطات المدرسيه حتى نعمل تومبولا على هيدا الاساس. كان في كتير تجاوب، كان في كتير عالم مبسوطه باللي عم تعمله، في كتير عالم اخرتك اجت بلا ما تقلنا. كتير كان حلو الجو وكان ناجح البروجكت. ان شاء الله يا رب نقدر قد ما فينا نساعد عدد ممكن من الاطفال. انتو البلان يلي حاطينه كم ولد تساعدوا خلال هيدا السنه؟ وفي بلان يعني بلان طويل وبلان قصير بهيدا الموضوع لتقدروا تشتغلوا عليه؟ هلا كم ولد ما بنقدر نحدد، قد ايه عم نقدر نجمع قد ايه عم نقدر نقسم، لانه الوضع الاقتصادي كتير صعب، في كتير ايادي بيضاء، في كتير مساعدات من برات لبنان ومن لبنان عم تجينا. بس تنقدر نحدد اكزاكتلي قد ايه، انا صراحه بكريسماس تفاجأت بالمبلغ اللي جمعناه، يعني ما كنت متوقعه جمعيه جديده مبلشه هالقد يكون في ثقه من العالم تجاهنا، وهالقد يكون في عالم عن جد حابه تعطي وتساعد. قضيه الولد والدراسه هي قضيه كتير مهمه، لفتت نظر كتير من العالم اللي عنده اولاد واللي ما عنده اولاد. بقى بدي اشكر كل شخص عبر منبرك عم بيساعدنا ووقف حدنا وعم بيدعمنا، وفي كتير ناس بعدها مكملة عم تدعمنا، يعني بيجينا اتصالات ومساجات. واليوم بدي اشير لشغلة، صار شي كتير مهضوم امبارح، عشان قريت مسج على مساجات ماي بيروت، ام بعتت لي قصتها انه زوجها تضرر بالانفجار، نجم من الموت بأعجوبة وما بقى فيه يشتغل، وهي ما بتقدر تعيل ولدين، عندها ولد عمره 13 ولد عمره 10، وخايفه ولادها يطلعوا بلا علم، المدرسه عم بتطالبها بصوتاتهم. حكيت مع الام قبل التربيقه، ما بعرفها وما بتعرفني، بس عم بقرا مستجاتها الي فتره، شفتني على الميديا وحبت تتواصل مع الجمعيه، حبيت اقدم لها هديه قدام كل الامات، كنا 200 مره اليوم موجودين، طلعت لايف وقدمنا لها الهديه قدام الكل، ولادها رح يتعلموا. يعني يمكن نقدر نعطي سنه دراسيه كامله لولدين، يمكن نقدر نعطي سنه دراسيه يعني حسب الاولاد، يعني ما بنقدر نعطي ذات المبلغ لكل الاولاد اكيد لنكون منصفين، بس مش اكثر. علين بهذا الموضوع قد ايه في احراج للاهالي يلي هن عم يطلبوا، وقد ايه بيطلبوا ايامات انه يكون هذا الشيء سكر يعني سر بينكم وبين وما يبينوا على العلن، لأنه يمكن بيحرجون وبيحرج أولادهم أنه في حدا يدفع القسط عنهم؟ قد ما لو كنا بوضع نورمال إيه يمكن أنا بوافق الرأي، بوضع طبيعي، بس نحن هلأ بوضع استثناء كتير، بوضع كل العالم موجوعة ومش قادرة، وأنها تجي أم تطلب لأولادها، بتصور هيدا المينيموم هلأ صارت، لأنه الأم
يعني بعدنا هلا عم نحكي عن الفيديو كليب، الام اللي ابنها وبنتها الاولاد بيكسروا لها كرامتها، بيكسروا لها عزة النفس اللي عندها. لا ما بتصور هلا بهيدا الوضع الام رح تنحرج انها تطلب المساعده، سيرتو للعلم وللاكل، هدول شغلتين ما معقول. لا تنيم ابنها جوعان، ولا تنيمه عطشان، ولا بردين، ولا بلا علم. هلا هيدا المينيموم اللي عندها اياهم، بعدين من هونيك وبعدين بلشوا الكماليات. يعني هدول الاسس الطبيعيه اللي كل ام يعني اقل شيء تامنه لاولادها. يعني هي يعني بعتقد بتعمل المستحيل لحتى اولادها ما ينقصوا شيء من هيدا مينيموم. باسكال، انت كأم وكامرأة عاملة وكسيدة هلأ ناشطة أيضا بالحق الاجتماعي، قديش هذا الشيء بياخد من وقتك؟ قديش أنت بتعتبري أنك فيك تكوني مثال لكتير من الأمات يلي ما بيزربوا حالهم وبيفكروا أنه خلص أنا الدنيا بتخلص مع الولاد؟ وقديش في دراسات كتير بتقول أنه المرأة العاملة والأم بذات الوقت قادرة توفي أكتر بشغلها وقادرة تكون براود أو فخورة بحالها وبولادها وتخلي ولادها فخورين فيها؟ أكيد الولد وقت يشوف أمه عم تعمل إنجاز أو حيلا شيء معين مش بس شغلة الاعتيادة، هو بلا ما يحس بيكبر قلبه فيها للأم، حتى لو ما قلها بيطلع فيها بتطليعة مختلفة. أنا برأيي المرأة حرام تقعد بالبيت بين أربع حيطان بس تنطر تربي ولادها وتهتم فيهم، فيها تهتم بولادها. الله عطانا قوة وعطانا نعم نحن متعددات المواهب، صح. عطى المرأة قدرة انه تعمل كتير اشياء بذات الوقت. انا اصلا شخصيا حدا ما بيعرف يقعد، يعني بخترع الشغل من تحت الارض. اذا ما عندي شيء اجتماعي اعمله بخترع شيء اعمله، بعمل دراسة جديدة، بعمل ايفنت جديد. كل اللي بيتابعوني بيعرفوا انه انا كتير بحب اعمل اشياء جديدة وكتير بحب فرجي ولادي انه امكن مش مرة بس للبيت قاعدة عم تعميكن وتدرسكن وهيك، كمان تقدر تعمل كتير اشياء، كمان تغير لهم. انا عندي شابين، تغير الاحترام للمرة بيتغير، طريقة نظرتهم للمرة بتتغير، بيشوفوا انه لا مش فاشلة المرة او منا مجرد شخص قاعد بالبيت ناطرني، لا هي كمان عندها حياتها وعندها مسؤولياتها وعندها أحلامها. أنا كتير بحلم قدي عم بوصل وعم بعمل، عم بحلم بعد لكتير وعم بطمح بعد لكتير، يمكن بعد أغير كتير إشياء وعمل كتير إشياء زيادة. وهيدا الشيء ما بيأثر، يعني ما بتحس حالك بمحل معين مذنبة أو مقصرة تجاه ولادك بهذا الموضوع؟ بعرف قسم بين الولاد والبيت والاشياء اللي انا بحبها، اكيد هن اولويه بحياتي، هن بيجوا قبل كل شيء، بعدين بعمل كل شيء بحبه وبحقق احلامي اللي بحبها. بس كمان مش قصه انانيه، لازم كمان المره تحب حالها وتعمل اشياء تبسطها وتكون مبسوطه لحتى تعطي فرح وتعطي محبه ولحتى تكون ام منتجه لعائلتها، مش منتجه بالمعنى المادي، بالمعنى فخورين فيها. مزبوط. وهلا بهيدي الازمه عنين كمان شفنا كثير بسنتين كورونا سيدات اضطروا انه يتركوا شغلهم لحتى يكونوا عم يهتموا بولاد. كان في فتره جاردوري ما في او نيرستري ما في، مدارس ما في، درس اونلاين، فبالاخر اضطرت هالام انه تضحي بمحل معين، مش بس بلبنان، بكل دول العالم شفناها هيدي، لحتى تكون احد ولادها اكثر. والا يعني في سنتين من حياه الاولاد هلا عم ندفع ثمنهم لما رجعوا على المدرسه. قديش كان يعني هيدا الشيء بحز بنفسك كسيدة انه هالقد النساء يضطروا يتركوا شغلهم ليكونوا حد ولادهم وما يكون في بديل؟ هلا انتبهي، بطبيعة الحال يعني اونيتي دو فان في اكومبلي، يعني نحن النساء اللي انجبروا يعملوا هيك اضطروا، لو ما كان عندهم شوا، ما عندهم شوا تاني يعني كانوا ياخذوه. بالعكس انا بحيي هدول النساء اللي قعدوا بالبيت واخذوا هيدا القرار لهيدا، واكيد انا بحيي كل تيتا كانت واقفة حد ولادها لتقدر تاخد هيدا الرول، لتقدر الام تضلها بشغلها لما تترك، لانه انت بتعرفي قد ما
في نساء ما بتقدر تترك شغلها حتى لو بدها، لأنها بحاجة مادية، لأنه بحاجة مادية تكون سند لزوجها 100%. وهون كمان أجان بدنا نحيي كل التيتا اللي وقفوا حد ولادهم، أكيد هي كمان بعيد الأم بدنا نحيي التيتا، هي كله أكبر هم أكبر هم لو ما منهم ما فينا نكمل 100%. يعني أنا مني وجر، أنا لو ما كانت مام وقفة حدي وإجت قعدت عندي أنا ما قدرت كملت ورحت على شغل، لأنه عندي وجبات تجاه شغل. علين كم ولد عندك وقد أعمارهم؟ بنت 7 سنين بعدها صغطورة يعني زغطورة. كمان قديش قديش هي هيك لما بتقعد تحكي أنت وياها بتحس بفخر إنه أما حدا منتج بالمجتمع، أما حدا عنده استقلالية مادية، وأما حدا بذات الوقت هي بالنسبة له الدنيا كلها كتير. وأنا كل يوم بتحسسني قدي هي فخورة فيه لما بتجي الصبح بتقلي je suis fière de toi, je veux être tout comme toi quand je serai grande. هيدا شي بيخليني يكبر قلبي إنه هي عم تشوف أم مثل ما قالت باسكال منتجة، مش بس تجاه المجتمع وشغلها وزوجها وبيتها وكرمال تجاه ولادها، لما بتشوف إنه أمها عم تعطي من قلبها، بتحب حالها وبتحبني وبتحبها أكتر من حالها. هيدا كله ديلام بعيشه الولد والأم، لأنه بدها تعطي وبدها تعطي برا وبدها تعطي وين ما كان، وبدها تكون اكيفالانس مع كل. واخر شيء ما بتعود تلاقي دقيقة لها يمكن. هو هون التشالنج تبع الأم، وحيالله امرأة عاملة بالمجتمع وأم لأولادها، إنها تقدر توفق بين كل هيدول على حد انسواء مثل ما بيقولوا، وتلاقي وقت لحالها بذات الوقت لحتى بتلاقي هون مثل ما قالت باسكال، إذا ما بتحبي حالك ما رح تحبي، ما رح تعطي وما رح تزرعي المحبة وتعطي محبتك لغيرك. يعني هون أنا بشجع كل امرأة اللي بتقلي ما عندها وقت تهتم بحالها، مش مزبوط. سلوغان أحبوا نفسكن. لا أحبوا نفسكن. أنا هون عن جد أنا بلاقي كل أم بفيها تلاقي حتى لو 10 دقايق تهتم بحالها كرمالها هي، مش كرمال حدا تاني. لأنه إذا هي ما حبيت حالها وما اهتمت بحالها ما بتقدر تعطي أبدا. بس قال نسبة العنف كمان بفترة كورونا وبفترة الأزمة الاقتصادية صارت عنف من الزوج تجاه عيلته، من أوقات من السيدة تجاه ولادها، لأنه صاروا هن فشت الخلق وصار في يمكن ازدياد بنسبة مهولة بالعنف خلال هيدول السنتين، وبالطلاق وبالسيباراسيون بين الكوبل وبكل هيدي التفاصيل. كيف أنت يعني كيف بتشوفي هيدا اللي عم بيصير؟ أكتر قضية أنا دايما كنت ضده قبل ما أتزوج حتى، قضية العنف ضد المرأة، العنف الكلامي حتى، مش بس بالضرب. أوقات الكلمة بتجرح وبتأذي وبتوجع أكتر من الكف، الكف يمكن تنسيه. الاحترام كثير مهم، إن كان من الرجل ولا من المرأة ولا من الأم لأولادها. وقتها هيدا الاحترام بينكسر أو بينجرح بأي ميلة بيأذي كتير العائلة كلها. يعني الولد بينجرح إذا شاف أمه وبيه ما عم بيحترموا بعضهم، وبعدين هو كمان هيدا الفكرة حتضلها براسه لبعدين، حيكون هو معنف كان بنت أو شاب. يعني ما عم بحكي بس عن الرجل، صح. حتى ما يفهموني غلط الرجال عم بيحضرونه. أنا ما بدافع بس عن المرأة، مع أنه جوشي فيمينيست، بس كمان بدافع أوقات في كتير رجال مهدورة حقوقها، صحيح. وفي كتير سيدات ما بيحترموا أزواجهم وما بيحترموا زواجهم وولادهم حتى. بقى هذا الموضوع من وراء الستريس والتعصيب يلي اجا، نحن كان عندنا مشكلة ثورة وكورونا ووضع اقتصادي متدني وناس عم تترك شغلها، هيدا الشيء خلى العالم تصير عنيفة ومؤذية، وصار المجتمع عم يتفكفك مؤخرا. هذا اللي بحزن، عم يتفكك بطريقة مؤسفة ويعني عم يدفع الثمن بالنهاية الولاد، لأنه بطل في قناعة. هيدا السبب برأيك قالين انه ما في قناعة وما في اكتفاء وما في باسيانس، وكل وحدة بدها تعمل مثل اللي مقابلها، وكل وحدة بتقول انا ليش مني مثلها وانا ليش ما. هلا لكن انتبه، من قبل كانت موجودة على ايام اهالينا، كانت موجودة، بس كانت الام كانت تقعد بالبيت ما بتشتغل، منا اندبندنت، منا اوتونوم، ما كانت تقول لا بهمني بيتي وصون عائلتي. هلا لا، صارت الامراه بتشتغل وبتظهر وبتروح وبتشوف، يعني صارت منفتحه اكثر. بس للاسف منا انوعه، بطلت تسنح. يعني ما يعني قبل كانوا يسنحوا يقولوا معلي على كرمال خاطر هالولاد، كرمال ايه يمكن هو معصب ايه، انا بقطع له اياها. ماشي، هلا الامراه ما بقى تصبر وما بقى تقول لا لازم انطر، لازم شوف شو. يعني دغري من اول اوكازيون
من أول كلاس. بتأكس عليه وبتمسك حالها وبتفل. هون أنا برجع بعلق على الفيديو كليب. فيديو كليب يعني هو فعلا عن جد بغض النظر عامل ترند، لأنه يمكن إجا قبل عيد الأم هو هدفه الدراج، بس فسر كأنه هو عنف ضد المرأة كمان. أول شيء أبخسي لا فاسون اللي نانسي عجرم كانت لابخوش إذا بدي كيف أخذت الطريقة جيم. هيدي كتير حلوة، ويا ريت تصرفت كل مع ابنها كانت رسالة للأمهات. هاي رسالة كتير مهمة، إنه كل أم بليز سوا أم بو هيك كرياتيف، ما تخلي عندك سرعة البديهة لحتى ما تحسسي إنه بيو، ما تفوتي مشاكل الأم والبي على الأولاد. يعني يمكن شفناها بفيديو كليب قبل مرة مع يمكن أليسا إذا ماني غلطانة، بس ما بتذكر شو اسم الفيديو كليب. كانت كمان في كلاش هي وجوزها، كانت تعلي لهم صوت الموسيقى على ما يسمعوا، مظبوط بغنية مرايتي وقتها. كمان عنف ضد المرأة، في تعنيف ضد المرأة. إذا بتشوفي لفان دي دو كليب، كل واحدة ديفرنت، هونيك يمكن بتحمل حالها وبتفل من البيت وبتكفي حياة جديدة، بتكمل حياة جديدة. هون نانسي لا، بتتنازل وبترجع بتطفي السيارة وبترجع، كرمال الحب العظيم يعني. هون أنا ما حبيت، لا هلا الحب هو شيء عظيم ما فينا ننكر، بس بلا يمكن الحب بيموت آخر شيء من بعد كل شيء بيقطع فيه، بيموت. لأنه هو أصلا في حدا كنا عم نحكي أنا وياه هون مبارح، أنه هو أهم شيء الحب يكون قبل العلاقة، لأنه هيدا الحب لازم يكون عظيم ليتحول لريسبكت وشيء كتير مهم بالعلاقة. والعلاقة الزوجية كتير مهمة، يعني المرأة ما لازم تهمل. هون برجع على أهمية كيف توفق بالوقت، المرأة تهتم بحالها وبيجوزها كعلاقة زوجية، لأنه إذا ما اهتمت بهيدا البارتي ما بتقدر تعطي الأولاد، وما بتقدر تعطيهم المساج اللي لازم للأولاد، والمثال الصح كرمال اون بون فونداسيون دو فامي، لانه هي الاساس بالنهايه. تي فوا هون دور المراه والرجال، مش بس المراه. يعني انا هلا عم نحكي عن المراه، بس لانه نحن قبل عيد الام وشهر المراه ويوم المراه وبالشهر ده تستقبلينا عيد الرجل او ما عنده عيد الاب، حتى نعمل له شويه قيمه. هون كمان دور الرجل كتير مهم، كتير كتير مهم، لأنه هم فكر إنه بس المرأة بتضحي وهي اللي بتعمل كل البلانيفيكاسيون بالعائلة. لا بس هو بيعتبر على طول إنه هو لو ما منه ما فيها تعيش العائلة كمان. إيه سيدو الإيجويزم، لأنه هيدا السلفشنس. هلأ هو بطبيعة الرجل في أنانية أكثر من المرأة، لأنه المرأة بغريزتها الأمومة. أكيد. يعني في عندها هيدا التضحية لما بيطلع شقف منك أنت على الخبية وتربي. مزبوط. لا أكيد لا، ما من عمي، حتى مش كل السيدات بيعرفوا يضحوا كمان، ما فينا نعمي. يعني مش كل السيدات مؤهلات انه يكون بيضحوا، في امهات بيضحوا على العمى وبيفوتوا بالحيط لانه بيطلع اولادهم اخذينها فور جرانتد، وتطلع ما في اي بتطلع بالنسبه لاولادها، هي ما عملت شيء، انجرا بيطلع الاولاد انجرا، وبتطلع هي كل التضحيات اللي عملتها. بنترجم بعد قليل. لا عم انترجم، مش انجرا يعني نكرين لجميل، نكرين لجميل. باسكال وقالين في سؤال كمان، ما بدي احكي بالسياسه ولا بدي افوت بالسياسه، بس قديه بالنسبه لكم هلا مهم، نحن جايين على انتخابات نيابيه، قديش مهم مشاركه المراه بالحياه السياسيه، مش لانها بنت فلان او مرت فلان او عمي فلان او خالي فلان، لانه هي امراه. يعني بدي مثل مثلا ندى البستاني معالي الوزيره السابقه للطاقه واللي هلا هي مرشحه، قديش هي انسانه اثبتت حالها من عائله مش سياسيه، وقديش في عندنا هيك كاركترات كمان ممكن تكون عم تفرج حالها اكثر واكثر بالموضوع. هلا with all due respect ما بعرف، انا ما كثير بتابع السياسه، يعني ما بعرف يعني شو عملت شو انجزت، بس انا بعرف اذا عم تحكيني كوتي مراه اكيد مهم كثير وجود المراه بالانتخابات، بس تكون امراه حياديه تكون عندها ميسيون تعملها وتطبقها على الارض، لانه اذا نزلت هلا تابعه لفلان وفليتين وبس بابازيات، نحن ما بدنا هيك ناس بقى بالسلطه، بدنا ناس فريما ينزلوا عندهم شهادات يثبتوا حالهم على الارض ويعملوا شيء لنتحسن بهيدا البلد. البلد بحاجه لكوادر يشتغلوا، ما بقى بدنا بابازيات، ما بقى بدنا تبعيات سياسيه، ما بقى بدنا ناس هيك يوعدوا ويبرطلوا وينزلوا على الارض بلا ما نشتغل. في كثير نساء عندهم قدرات انه يغيروا وانه يحسنوا وبينوا بكثير مجالات بالمجتمع، كان بالصحافه ولا بالمحاماه ولا بالاعلام ولا باي شيء،
في حتى ديزاينرز واركيتكتس بينوا صحيح. يعني حرام هول النساء يلي ما منتبعين لحدا ويلي ما عندهم ميول سياسه او اتجاهات سياسيه او ما بي منه اكس واجراج انه ما يكون عندهم محل وما ينوجدوا وما يعملوا تغيير. هن عم بيعملوا تغيير بالاماكن الموجودين فيها. وانا دائما بقول لهم انه المراه مثل ما بتغير ببيتها وبولادها وبتكبر عائلتها، المراه بتقدر تكبر مجتمعها وبتقدر تغير بمجتمعها وتغير بمحيطها. ليش لا نقدر نعمل تغيير؟ نحن من ماي بيروت بار اكزامبل جمعيه كثير صغيره مؤسسة جديد واكتريتنا نساء، معنا رجل واحد، عم نعمل كتير فرق، عم نعمل كتير تغيير. حد بصمة بالموضوع. عم نعمل تغيير وعم نعمل كتير فرق وعم نبين وبالاشياء البسيطة اللي عم نعملها عم نقدر نغير اشياء سياسية ما بيقدروا يعملوها. وانا بنبسط وفخورة بالشي اللي عم نعمله لانه قدرت اعمل اشياء في كتير سياسية موجودة ببيروت ما قدرت تعمله. صحيح. فينا نعمل كتير اشياء، بس المشكلة انه المجتمع تبعي، هيدا بدي اعلق بكل شيء. نحن مجتمع تبعي. ليه للعالم المنون تبعية؟ ليه للعالم ما بيلحقوا اكس واجراك كرمال حزب معين تبع له او كرمال بيه او كرمال مصرياته؟ وبدي لهم عيب عليكم، عم تنشروا ب $100 و $50، عن جد عيب. اذا شريتوا هلا بكره مين بيطعميكم؟ انه راح شوفوا عن جد مين بيكبركم، شوفوا مين بيوصلكم، مين بيغير لكم. ما بقى تتطلعوا على العالم يلي خلص زهقنا منهم، يلي دجا شايفينهم وشايفين اصلا شو بيعملوا. صحيح. هلا تنرجع بدون السياسه. اليوم حلقتنا هيك امومه وكول، بس فعلا انه السيدات مدعوين كلهم انه يشاركوا. هو السيدات مش عم يترشحوا، خلينا نكون واقعيين، لانه عارفين ما راح يوصل. شو بتحرق حاله؟ انا فينا انزل انا هلا، بس بنزل كيف؟ انا بيروت الاولى بدي انزل مثلا، ضد مين عم بنزل؟ ما بيطلع لي شيء، بحرق نفسي. بس انا عملت دعايه لنفسي. اوكي اذا بتحبوا انا نازله على الانتخابات، بس ما حدا راح ينتخبني. يعني بينتخبوكي بس اصحابك الدير من دارك يلي ما عندهم افكار سياسيه ومش تابعين لحدا. ما نضحك حالنا، فينا ننزل. برجع براجعك انه نحن بعدنا العقلية المجتمع بعدها ذكوره يعني للاسف بعدنا هيدي انه المرأة ما بتعمل شيء، شغلتها بس بالمطبخ للأسف. وزراء وشعبك. سوري بطلوا عم يفوتوا على المطبخ، حتى في كتير نساء فاشلات بالمطبخ ما عم بيفوتوا. خلص. لا هو فعلا صارت ردة فعل انه لا انا ما بدي اطبخ وما بدي وانا بجيب دليفري وانا بعمل هيك. مع انه انك تطبخي لعائلتك ولولادك هيدا شيء بليزير، هيدا بهجة انك تعطيهم حب، وبالرغم من كل وقتك يلي يمكن ما بتلاقي دقيقة في بريك انه تعملهم هالقد اشياء بتحبيها. لا كلنا عايشينه هيدا. انا اعلامية وانت حدا بيشتغل بمجال التربية، وباسكال ذات الشيء، كل واحدة فينا عندها overloaded قصص. بس في محل بتحس انه هيدا العطاء يلي بدك تعطيه اياه هو احلى شيء بالدنيا 100%. اذا مزبوط بتحبه بتعطي كل شيء بحب. ما هو الحب والسلام هو بيخليك تكوني منعكس على الشيء اللي عم تعمليه. مزبوط 100%. هلا الهدف النكست ستيب بماي بيروت شو رح تكون؟ نكست ستيب ماي بيروت بالمبدا حيكون شيء خاصه بالمرأة، بس بعدنا هالسنة عم نشتغل على بروجي الولد والمدرسة وكل شيء. هالسنة كلها يعني انتم تاخدين 2022 حتى تقدروا تأمنوا الأقساط المدرسية لأولاد بيروت تحديدا. ايه اكيد. والبروجي الجاي رح يكون بالمبدأ جمعية، يعني تصيروا نطلع معك نكست تايم نخبرك شو البروجي الجاي اذا الله راد. اكيد. هلا انتبه نحن اوكي اكيد نحن وي ار فوكسينج على طلاب وأولاد بيروت، بس أكيد إذا أجينا طلب وكان كتير بتخيل من برات بيروت نحن أكيد ما من وفر، وأكيد من نسمع النداء أكيد ومنلبي إذا قدرنا أكيد. بدي أشير لشغلة كمان سوري. تفضلي. نحن بذات الوقت عم بيجينا مساعدات أكل وعم بيجينا تياب حصص غذائية وتياب وقصص مقدمين الناس. مثل أنا عبالي أقدم هيك عندي اليوم مثلا صديقتي قالت لي جوزها عنده معمل بن، ما تنسي جوزها بدي أقدم لك بن، قدي بتعمل حصص غذائية. يعني دايما عم بيجينا مساعدات. حتى بذات الوقت نحن وماشيين ببروجيت ندفع قسطات عم نوزع أكل، عم نوزع خبز، صرنا كتير موزعين ربة خبز للأني كانت عم تقدم لنا هن. وقدي عم فينا نساعد إذا إجينا أدوية عم بوزع أدوية، إذا إجينا تياب عم بوزع تياب، تياب للولاد للنسوان وللرجل، كل شيء عم بوزع. شو عم بيجي؟ اليوم قلت لهم بالصبحية عم بتعرضوا صندوق سيارتي عم يضلوا مليان
كتاب يلي بده عم يكون في تعريب انه هيدول بالنسبه للاطفال هيدول الكاليتي. بشكر كل حدا عم بيعطيني وكله تاب كثير مرتبه وجديده بعدها، كل حدا ما عم بيستعمل تاب وعم بيعطينا هن، بشكرهم كلهم. في شغله بدي اقولها كمان، كنا عم نحكي عن المرأة وعن قلة قناعة، سوري بس هيدا لأنه لا كتير علقانة بقلبي. مش قصة ما في قناعة، قصة السوشيال ميديا هي قاسية كل النسوان، قاسية كل العالم، بطل في قيم. ما بمزح، ما في قيم. وقت افوت على انستغرام وقت افوت انستغرام او تيك توك، او انا ما كنت فوت تيك توك، ولادي كانوا يفوتوا، هلا ليتلي عم بتطلع لأن فتحنا بيج للجمعية، في قلة احترام لجسد المرأة ولشكل المرأة، وهي عم تقلل من احترام نفسها. اكيد مش حدا عم بيقلل من احترامها. بدي بليز وعو ما تنزلوا صوركم كيف ما كان على السوشيال ميديا، ما هون بترجع لتثبت نفسها، عم تعمل كل شيء لتثبت نفسها. هلا الترند هلا انه تثبت نفسها بشكلها. ما هذا عم بقوله، فيك تكوني حلوه ومحتشمه، اكيد فيك تكوني منك مبينه ولا صدرك ولا شيء ومحتشمه وكثير حلوه، يمكن ضحكتك بتبين جمالك، عيونك الجمال اللي بعيونك، البراءه او الحب الموجود فيك هو ببين جمالك، منك عايزه تبيني مفاتن جسمك على السوشيال ميديا لحتى العالم تحبك. وبعتقد الشخص اللي رح يحبك كرمال هيدا الشيء اكيد ما بحبك. هذا من الاخر بقى، بليز خلوا في محل للقيم وللاحترام. ما في قيم ابدا، في نساء مزوجات عالم كتير مرتبه عم بتحط صورها على السوشيال ميديا، شيء رهيب يعني. من هون بليز عم بوصل قديش هيدا المجتمع عم بيأثر علينا بهذا الموضوع، قليل نظرا لانه انت بتتعاطي بالتربيه وبالبسيكولوجي، قديش المجتمع عم بيخلي صوره المراه هيك. يعني من يومين بدي اذكر حادثه صارت، مونيكا بلوتشي حطت صورها مثل ما هي، بقد ايه اخذه وزن، بقد ايه تجاعيدها بعدهم مثل ما هن، وجوليا روبرتس ذات الشيء. نحن المراه عنا عم تصير كنايه عن بوبي جوفسين، بعتذر على التعبير، بس بدرجه يعني بدرجه العمليات التجميل عم بيكونوا اوفر دوينج لدرجه انه نحن ما بقى نشبه حالنا 100%. نحن ثلاثه بعدنا عم نشبه حالنا، لا الحمد لله. لكن في ناس بيكون عندهم دي سيكاتريس بوجههم، بصير يقولوا يلا روح عملي لها عملية، لا حياتي ما تعملي لها عملية، ما هيدي ستان سوفينير، انت شو قطعتي، انت شو صار معك، هو شكلك بيرسم حياتك كلها. اكيد حتى الريد اللي على وجهك، كل تقطيع وجهك، هدول بيثبتوا انت شو قطعتي، شو عينيتي، لشو وصلتي، بذكروك بالمراحل اللي انت قطعتي فيهم لهلا جيتي وثبتتي حالك ببيتك بعائلتك. مد يعني حرام اللي نحن النساء اللي هلا عم تلعب بحالها. اوكي بفهم انه في ديزاين بيرفكسيون، اوكي لازم في ناس تطلع على الاضواء يمكن مضطره، بس في سيدات ما عن يعني ما انا يعني عم تعمل باشياء بشكلها صحيح، يعني عم بتشوه معاني بشكلها. السيده قلت ثقه بالنفس ولفت النظر، لانه بحس مثل كانه شخص عم بيلفت النظر على نفسه لانه ما في حدا عم بيهتم فيه، بينما فيك تحبي حالك وتهتمي بحالك وانت تكوني سيده نفسك، مش عايزه حدا يحبك ولا يهتم فيك، وتكوني طبيعيه وحلوه. صحيح. انا عن جد ضد هيدا الشيء اللي عم بيصير هلا، في موجه منا طبيعيه عم بتصير على السوشيال ميديا بقى، عن جد الله يستر الاجيال الطالعه كيف بتطلع. بس هيدا نتيجه التنمر اجان، صح هيدا البولينج اللي عم يمارس. يعني اذا انت بتكتب موقف سياسي لنقول على التويتر او على الفيسبوك، ببلشوا اهانات بالشخص وبانه شكلك ما بيسوى وبانه انت مش شايفه حالك، هذا قد ايه بياثر على نفسك. لكن بس بدي اقول لك شغله، ما هون ساكوماس من اولاد صغار، بعرف انا من بنتي عمرها 7 سنين كثير بلش بكير، كل يوم بتجي بتخبرني انه كيف الجروب الاكيب اللي معها بالصف كيف بيحكوا مع بعضهم، ما هيدي بتترك جرح وبتصير هيدا الجرح بيكبر شوي. اذا عم تكتب بقلبها، اذا ما حكيت، انا بنتي من النوع كتير توكتف وبيحكي، بس اذا ولد تاني ما بيحكي هيدا الجرح وبيصير يكبر ويكبر ويكبر ويكبر، تطلع مثل ما قالت باسكال، تكبري بيصير عندك قلة ثقة بنفسك، بدك تبرزي بطريقة الغلط وبشي كتير بشع ما بيشبهك ولا من قريب ولا من بعيد. هيدا هون غلط النساء اللي عنا هلا، المجتمع اللبناني اكثر شيء اكثر من برا هلا، اكيد الغرب هلا يمكن الغرب مش واصل للي احنا واصلين له، سنفوت 100% 100%. بس قديه مونيكا بلوتشي هذا عم ضوي عليه، انا بحبه انا من يومين الاعلامي ريكاردو كرم هو يلي عمل شير على البوست تبعه على الفيسبوك، انه قالت لهم انا جبت اول ولد كان عمري 40 سنه، ثاني ولد كان عمري 45 وكنت الفتاه تبع جيمس بوند وانا عمري 50 سنه. يعني العمر
ما له قيمه بالحياه اذا انت قادره تكفي وتعطي. صحيح صحيح 100%. باسكال انت بتربي الصبيان كيف؟ لانه عاده بلبنان وبالمجتمع الشرقي اللي نحن فيه سؤال مش محله. نحن مش مجتمع الشرقي اللي نحن فيه على طول بنربي الصبي غير ما بنربي البنت. مش مزبوط عم بربي لها بنت. انا كتير اصحاب مع اولادي باي ذا واي اللي بشوفنا سوا لما بروح الجيم مع ابني. بعرف انا حدا من اولادك ديزاينر كمان. ايه نعم جولري ديزاينر واخدها مني باي ذا واي كمان هو وصغير بيقولوا لي لمين طاليا ارتست الصبي. انا كتير بحب كل شيء خاصه بالارتس وكرياتيفيتي الابداع والابتكار. هلا عم ترجم صح لا ابني الصغير كتير رياضة كمان طالع لإلي ما حدا اخد شي لبي بلا احنا شاطرين لبي هيدا المجتمع النساء صار بطل الذكور دايما الام كله بيشبع وكله لإله لا بربيهم بطريقة كتير منظومة. انا من زمان بحب انه اكون اصحاب معهم أنا وقالين كنا بالكشافة مسؤولين بقى معودين نكون مسؤولين عن أولاد أصغر منا الكشافة بتربي جيل صح بس لك جيت جوليبان بس لنفوكس عليها اتنيناتنا قصيان جيت جوليبان دليلة لبنان قدي بتعطي بوش أنك تكوني ملتزمة بالكشافة أو بحركة أو ب أنا شهدتي مجروحة بالجيد لأنه أنا تحولت 180 درجة. أنا كنت شخص كتير تميد وكتير بستحي وكتير منطوي. لا أنا توتلي تغيرت يعني مع أنه فتت على عمر 12 سنة على الكشافة بس وصلت لصرت كوميسار يعني كان عمري تقريبا 26 سنة ما تركت الاسوسياسيون بس كانت من أحلى أيام عمري وعطيتني يمكن شيء ما بيتمن عن جد المسؤولية حس المسؤولية وانتبهي والأبارتونانس علمتنا الانتماء لوطن ضمن عن جد جروبمان شباب. أنا من الناس اللي تغربوا رحت 5 سنين قعدت بالسعودية بس ما قدرت غير ما أرجع لأنه حسيت أنه دوري إذا أنا بدي فل لمين بدي أترك الوطن لمين بدي أترك بلدي. فعلا فكرتوا شي مرة بكل هالأزمة مرقت أنه تتركوا أكيد لا. لا أكيد لا أنا قلت لهم لحتى يصير الدم عركيب وتعلق الحرب وآخر واحدة بركب سكر وراي لبنان وبفل انتبهت نيتنا جوازنا عايشين برا يعني نيتنا جوازنا يعني هي بأفريقيا أنا بالسعودية وكل مره كل العالم يي ما انتم اول ناس لازم تفلوا عندكم تعلم الفرصه انكم تفلوا اكيد ما منفل بس لا ما منفل لانه في تعلق بهيدي الارض وحب لهيدا الوطن. انا فيري باتريوتك كثير مغرومه بلبنان عندي يعني علاقتي بهيدا البلد بعمل هايكينج ببرم كل ضيع لبنان كثير بيعرفوني بالضيع كثير بشجع المونه اللبنانيه بشجع التراث اللبناني والحب اللي عندنا اياه لهيدا البلد كثير قوي يمكن من اهلنا اخذينه ما بعرف بس هم متشربوا بالدم بقى ايه اكيد اكيد ما بقدر اتركه اصلا وين ما رح نروح ما رح نكون مبسوطين خليني بارضي مبسوطه لو شو ما كان مش وين ما رحت لانه هنيك غريبه رح ضلني غريبه وين ما رحت قد ما اقعد بدي يضل قلبي عم بدق لبنان وبدي ارجع بتعرفوا هيدا الشيء قد ايه بحمس الناس انه مش عند اول مصاعب مثل ما قال الفيديو كليب مش عند اول صعوبه بنترك عائلتنا ومنفل كمان ما بنترك وطننا عند اول أكيد. صعوبه ومنفل هلا انتبهي هون ما في كمان لا ما عم نلوم نحن اكيد لا في ناس كانت هيك ظروفها واضطرت انها تترك 100% بس يمكن هالخميره الباقيه ترجع تاسس لشيء احلى ان شاء الله نحن ما يعني هلا بما انه قلت الانتخابات الجاي ما بنتامل الا هيك عن جد املنا كبير ونتمنى عن جد انه كل اللي نازلين هلا على الانتخابات ما بعرف مين يعني كثير بعيده عن السياسه ايه ايه كثير يعني ما بتحضري اخبار ما بتعرفي المرشحين ما ابدا بس بتمنى انه مين ما نزل عن جد هيدا نداء لهم بليز نحن منن افضل منا ما حدا ولا بلد افضل منا لا تركيا ولا مصر ولا بلاد العربيه ولا كل البلدان اللي عم نروح عليها نحن عنا ساحل ما بيتمن صرتوا عنا ساحل جونيا يعني الكوت يعني حرام نهملها بليز اللي نازلين على الانتخابات حتى بيروت بليز اشتغلوا نحن بلدنا ما بيتمن ارضنا بحاجه لنا بليز اشتغلوا بأرضنا ما بقى تهجرونا في شغلة كمان اللبناني بكل بلدان العالم عمر بلاد العالم مو بداع صحيح وعنده إبداع اللبنانية عمروا دبي وعم بيكبروها عمروا السعودية وعم بيكبروها كل بلدان العالم ما رح أعدهم وحدة وحدة
ليه ما منعمر بلدنا ومنكبره؟ ليه ما نحن منكون عم نتب هيدا البلد من تحت الأرض من تحت الأنقاض؟ للأسف وتبعية سياسية، يمكن مش انتر يمكن اكستر، خلينا نتخلى عنهم. خلينا نرجع للجمعية. يا بعد معي أصلا أنا 5 دقائق قبل ما نختم. الجمعية تهدف إلى دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية. عم تفكر مثلا تعملوا شي مؤتمر تربوي؟ أكيد مش تاخدوا دور الدولة، بس بما أنه أنت مختصة بهذا الموضوع وبما أنه أنت كمان وتدعو اختصاصيين بالتربية تجربوا ما بعرف توعوا الأولاد والأهالي على أهمية أنه يكون كيف عم بيكون التربية مش بس بالمدرسة، يعني كيف كما إيديكي أو كيف نسقف هذا الولد لحتى يكون إنسان فاعل بالمجتمع على سيما مع كل شيء عم يمرق فيه الأولاد، لأنه عم نلاحظ ابن 8 سنين ونص صار كأنه عمره 12 أو 13. صحيح، وهذه ظاهرة كتير جديدة بالمجتمع. صحيح، مظبوط 100%. للأمانة نحن حطينا هيدا إذا بدك هيدا السنة سنة تربوية بامتياز. أكيد كانت انحطت على الأجندة على جدول الأعمال إنه هالسنة ما تخلص بلا ندوة بهذا الموضوع. بس ما بعرف إذا أنت عندك علم بوزارة التربية صار في تغيير الوزراء بكل الوزارات، يعني الوزير الجديد والوزير نعم. القديم أصلاً ما كان كتير فاعل وأصلاً سابته سنتين كان كورونا وما كان في مدرسة فعلاً. نتمنى هلأ أكيد من معالي الوزير عباس حلبي en coopération avec le ministère بالتعاون مع وزارة التربية إنه نقدر نشتغل ترجمان اليوم. لكن مع أنه أنا ترجمانة بس أنا آخر السنة بآخر هالسنة أكيد نقدر نعمل بالتعاون مع الوزارة ندوة توعية مش بس للمدارس للجامعات كمان، لأنه للأسف أنت عم بتضوي يمكن بس على الأولاد، بس أنا بما أني مسؤولة بجامعة لا نحن كمان عملنا حلقة مطولة عن الجامعات. للأسف الكاليتي الإدوكاسيون عم ترجع لورا لأنه صار التلميذ إذا يعني بدك الجامعات ما رجعت بريزنسيال لأي مدى عليين، يعني ما فينا ننكر انه هيدا الاول سمستر كله كان بس ما حق على الجامعة، ما هو كمان بدك تشوف الكوتي ايمان الجنب الانساني. لما بيجد الترانسبورتيشن غالي بيقول لك انا عم حط، بيجي البي عم يبكي مش قادر ينزل ابنه يومين بالجمعه على الجامعه كرمال يحضر كوراته، بصير يقول له اعمله معروف خففه. تم بدك توفقي بين الجانب الانساني والجانب الاكاديمي والتربوي، كل هدول قد ايه معقول نقدر نلحق لهم؟ قد ايه في بده يصير في تقصير بمحل معين؟ يعني بالنهايه ما رح نقدر نرضي الكل، عرفت شو قصدي؟ من هون انا عم اقول لك كمان التعليم العالي متأذى بعد اكثر من الاولاد، بعد فينا نشتغل عنهم لانه بعدهم صغار. بس الكبار انت عم تعلميهم مهنه، وهالمهنه هي مستقبل المجتمع. صحيح. اللي عم تعمل نيرسينج، الفيزيوثيرابي، اللي عم يعمل بزنس، اللي عم يعمل قصص خاصه بالمجتمع، بعدين رح يصير قاضي وبعدين رح يصير انا ما بدي اوكي اكيد القاضي عنده امباكت على المجتمع. طب الكوتيه ميديكال اللي هو عم يتحكم بحياة وأرواح العالم التاني، طب هيدا أنا إذا ضليتني عم روح على الكتل التاني وما نزلوا على الجامعة وما وتعاطف يعني معه، طب لأي متى بدنا نضلنا هيك؟ هون أكيد إن شاء الله يستجيبوا ويتجاوبوا معنا وزارة التربية، نقدر نعمل ندوة توعية. هيدا الدعوة مفتوحة من هون، إن شاء الله يكون عم يسمعنا معالي الوزير. بليز نقدر نعمل هالخطوة تجاه طلابنا اللي نحن عن جد بحاجة لنا وبحاجة إنه نوقف حدهم بالجانب النفسي وبالجانب الأكاديمي أكيد. وأنا من هون من هذا المنبر كمان بطلب من معالي الوزير يطلع بالملفات اللي قاعدة على رفوف وما عم تنهز بخصوص الجامعات، لأنه عم نعاني كتير. بتعرفي قد ما صار في تشينجمنت أكيد بالوزارات عم بيناموا، وفي ملفات بحاجه انه تتقدم كرمال نقدر نكمل لقدام ما نضلنا محلنا، لان احنا ما عم نعمل تنميه بالجامعات. نحن هلا عم نتفادى عم نتلافى اذا بدك الازمات اللي عم نقطع فيها، عم نتعايش مع الازمات، ما في تنميه،
ما في ابدا. يعني نحن هلا منعيش لجوغ اجوغ ومنقيم المشاكل اللي عم نقدر نقيمها، غير هيك ما عم نقدر. مثل ما كل شيء بحياتنا عم يصير 100%. باسكال بدي مني كمان، يلا بعد معي 5 دقائق انا لنختم، كلمه اخيره، شو اهداف ماي بيروت رح تكون؟ قديش انتم تطلعاتكم اكبر وطموحاتكم اكبر للايام الجايه؟ ماي بيروت هي لاهل بيروت وللبنان كله، ونحن موجودين فيهم يتواصلوا معنا العالم على كل وسائل التواصل الاجتماعي أو شخصياً إذا بيعرفونا. بدنا نشتغل لحتى نحسن الوضع بقدر المستطاع. أهدافنا أنه نكبر أكثر، أنه نتوسع أكثر، أنه نساعد أكثر. وشو بتوجه نداء لكل حد عم يشوفنا وقادر يتبرع ومتمول والاقتراب والانتشار اللبناني اللي نحن منعول عليه كتير كمان، شو بتوجه لهم نداء باسكال ليكونوا عم بيساعدوا هيدول الولاد كأول مرحلة؟ بدي أطلب منهم يوثقوا فينا، يوثقوا بشغلنا، ويقفوا حدنا ويدعمونا. نحن كتير بحاجة لفلس الأرملة اللي دايما بحكي عنه، يلي هو أقل شيء ممكن. صح. أقل شيء ممكن بيتجمعوا فوق بعضهم وبيعطوا. في كتير NGOs بلبنان. نعم. صار عليهم كتير علامات استفهام. كيف بدك تبني ثقة مع هيدا المجتمع يلي هو أصلا شي... رافض فكرة الـ NGOs بهالفترة؟ أنا كل شيء عم بحطه على السوشيال ميديا، الفواتير تبعي عم بدفعها عم بحطها، وعم ببعت للي عم بيدفع لي وصل بشكره، كله موجود، يعني كله عم بيكون open book وترانسبارنت وانتارجم. حتى الشفافيه حتى اللي عم يطلبوا انه مكافحه الفساد اهم شيء الشفافيه. والان جي اوز كانوا بعتقد بفتره من انفجار المرفأ لهلا علامات استفهام كثير كبيره كانت عليهم، يعني كان عندهم اهداف يمكن كانوا تغطيه لبلدين وفي ممكن تغطيه لسياسيه. نحن كتر خير الله عم نعمل مجهود شخصي وعم نشتغل من قلبنا وعم نعمل شيء نحن بنحبه بلا مقابل. ما بدي شيء، انا ما بدي شيء. كتر خير الله كلنا عنا غير أشغال وكلنا بغير محلات مرتاحين، ما عنا مشكلة. نحنا بس بدنا نوصل لهدف نساعد، إنه نكون موجودين حد هالعالم اللي عايزتنا، نقدر نسمع كل النداءات، نلبي كل المساجات اللي عم توصلنا. عم يوصلنا كتير مساجات، عالم عم تطلب مساعدة، أمات عم تبكي ما بدها غير ولادها يكملوا السنة. يعني هيدا الشيء كثير بيوجع. انا مستعده اعمل كل شيء لعلمهم حتى قبل الاكل انه يكون العالم فعلا. اكيد. الين بدك كلمه اخيره منك بعد معنا دقيقه. انا مثل باسكال بدي اتشكرك لانه استضفتينا. لا هيدا اقل واجباتنا انا نضوي على سيدات مثلكم وعلى جمعيه ناشئه وعم تجرب تخدم الاولاد اللي هن اساس حياتنا لنبني مجتمع سليم. بس ما بدنا اكثر من هيك، مشان هيك قالت باسكال بدنا نبلش بالاولاد، وتاني اتجاه لنا هي المراه، لانه هي اذا بدك عنصر يعني عنصر اساسي وفعال كرمال لنبني هذا المجتمع. من هون بننطلق لمجتمع سليم وصحي وقادر يكمل ويبني للمستقبل 100%. سو ان شاء الله الله يقدرنا على قد اللي نحن عم نقدر نعمله. اكيد اللي بيحب يتبرع نحن بويبنا اكيد مفتوحه، وبيحب يكون انونيم ما بده يذكر يعني اسمه كمان، نحن وي ريسبكت انه هو ما ينذكر اسمه. و ما نشكر الكل على كل جهودهم عن جد، على بدنا نعيدكم ونقلكم بنسات ماما كمان. ينعاد عليك. مرسي ينعاد عليك. مرسي. وان شاء الله بتكون الايام الجايه بتحمل كل السلام والحب لكل الامات. وبدنا نعيد اماتنا. وانا بدي اعيد كمان امي، وبدي اعيد ام تاتي اولاد ام جوزي كمان، وبدي اقول لهم انه لو ما منهم كمان ما كنا نحن موجودين. انا اول وحده، انا لو ما امي انا ماني هون هلا واقفه صراحه. انا بدي اعيد كمان امي وحماتي، واليوم كمان بدي خص ذكر كل الأمهات اللي تركونا وصاروا بالسماء، يلي هن الجاردن أنجل تبع ولادهم. بدهم ينعاد عليكم بالسماء، إن شاء الله بتكونوا بركة لعيالكم وولادكم محل ما أنتم. ولكل أم خسرت ابنها، ولكل أم خسرت ابنها بكل هالأحداث اللي قطعت بلبنان، وإن كان بانفجار بيروت بدنا نقلها ينعاد عليك. ولكل أم أنت فعلا يعني قدوة لأولادك وبكل اللي عم نمرق فيه. بدأ أتشكركم ألين وباسكال على هالحلقة الكتير حلوة. مشاهدينا أنا بلتقيكم الأسبوع المقبل، بدأ عيد كل أم وبدأ قلها أنه فكر عطول أنه أنت الأساس لتكفي عائلتك، وأنه أنت مثال لهيدا العائلة، وأنت أهم شيء بهيدا المجتمع، لأنه إذا أسسنا صح منكون عم نربي أجيال صح، منكون عم نبني وطن صح. إلى اللقاء وتصبحوا على خير.